طبيب وباحث علمي ووزير الصحة في العراق، الرجل اللي تشوفونه أمامكم هو العراقي عبد اللطيف عبد الوهاب البدري، يعد من الجراحين المعروفين في تاريخ الطب العراقي، مواليد عام 1921، درس في جامعة بغداد والقاهرة، هو أول عراقي يحصل على زمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية في عام 1948، وكذلك أول عراقي يجمع البوردن البريطاني والأمريكي. العراقي عبد اللطيف تولى الكثير من المناصب، تطوع في جبهات القتال في فلسطين في عام 1948، نال على الكثير من الجوائز والأوسمة، ولديه الكثير من المؤلفات. عبد اللطيف كان وزير الصحة في العراق من عام 1965 إلى عام 1966، وبسبب معين وأجبر على ذلك، عبد اللطيف غادر الأراضي العراقية إلى الأردن، استقر في الأردن، تدهورت حالته الصحية في الأردن، وتوفى في عام 2013، وتم دفنه في الأردن. رحمة الله عليه رحمة واسعة، فأمان الله.